التنمر اللي اتعملت للزميله بوسي شلبي. هي بوسي عملت ايه يا جماعه؟ بوسي عملت شيء وطني جدا انا شخصيا ما عرفتش اعمله. قامت من مكانها وراحت لجون ترافولتا قالت له ما تيجي مصر. ابو احمد يا منحرف يا المنقوص، ايه مش ناوي تيجي مصر عشان اطلعك الخرابه؟ والله هموت انا وعيد السنه والعب انا وانت في الترسنه. مش هتيجي عشان نجيب مليكي؟ ابو احمد يا المنحرف يا المنقوص. جون ترافولتا اتى بطيارته الخاصه يقودها بنفسه من هوليوود الى الرياض، ثم الممثل الهندي سلمان خان نجم بوليوود. طبعا كانا جالسين مع بعضهما في الصف الأول في حفل الجوائز، وبينما كانا مندمجين في الحديث ظهرت أمامهما سيدة تحمل موبايل وتبث لايف وتتكلم. هذا ما قالت. أبو أحمد يا منحرف يا المنقوص، ايه مش ناوي تيجي مصر عشان اطلعك الخرابه؟ والله هموت انا وعيد السنه والعب انا وانت في الترسنه. مش هتيجي عشان نجيب مليكي؟ ابو احمد يا المنحرف يا الموكوس يا الموكوس. ابو احمد خمسه مواري يا المنحرف عالي زي الجبل نجع الصدر يندب زي العقرب ويختفي زي الدخان. أبو أحمد يا منحرف يا الموكوس، إيه مش ناوي تيجي مصر عشان أطلعك الخرابة؟